السلام عليكم، مرحبا بكم في هذا الفيديو الثالثه اللي غنشوفوا فيها الفقره الاخيره ديال الدرس ديال التنفس عند الانسان. الى هنايا غادي نشوفوا لي زيشونج غازو او نيفو دي زورغان، التبادلات الغازيه على مستوى الاعضاء. اذا في هذا البارتي الاولى نشوفوا لا ريسبيراسيون سيلولير او نيفو دي زورغان، التنفس الخلوي على مستوى الاعضاء. في هذا الجدول غادي نشوفوا لي فالور ديال بي او 2 او بي سي او 2، يعني القيم ديال الضغط الجزئي بي او 2 ديال ثنائي الاكسجين و بي سي او 2 ديال ثنائي اكسيد الكربون. يعني نشوفوا الضغط ديال بي او 2 دون لو سون اونطرون دون لي تيسو، في الدم الداخل الى الاعضاء، الى الانسجه الموجوده في الاعضاء، في الدم الذي يخرج من هذه الانسجه سون سورتون دي تيسو او في لي تيسو، يعني في الخلايا في الانسجه. اذا الى شفتي هنا هذا الجدول، بي او 2 في الدم الذي يدخل الى الانسجه هو 14 كيلو باسكال، في الدم الذي يخرج من الانسجه 5.3 كيلو باسكال، وفي الانسجه يعني في الخلايا 4 كيلو باسكال. بالنسبه للسي او 2 بي سي او 2 لا بريسيون بارسييل دو سي او 2، ضغط الجزئي لثنائي اكسيد الكربون، دون لو سون اونطرون دون لي تيسو، في الدم الداخل الى الاعضاء 5.3 كيلو باسكال، في الدم الخارج من الاعضاء لو سون سورتون دي تيسو 6.1 كيلو باسكال، وفي لي تيسو 6.6 كيلو باسكال. زعما اللي كنقول لي تيسو يعني في الخلايا. اذا باش نفهموا نزيدوا نفهموا هذا الشيء اكثر، غادي نشوفوا هذا لو شيما اللي كيبين لنا هنايا لي تيسو و لي كابيلير سانغ. اذا عندنا هنايا لي سيلول، الخلايا، خلايا الجسم موجوده في الاعضاء، هنا اي عضو، العضلات الى اخره. إذن هنايا شفنا الكريات الحمراء لي غلوبول روج، في هاد الدوائر الزرقاء كتبين لنا كنرمزو بها الاو 2 ثنائي الاكسجين. يعني كما كتلاحظ هنايا كابيلير سانغا او شعيرة دموية، لان الشعيرات الدموية هي عروق دموية رقيقة جدا تسمح بحدوث التبادلات ديال القيت وكذلك ديال الغازات او 2 سي او 2 بين الدم والخلايا. يعني هاد لي كابيلير هي عروق دموية رقيقة جدا، لها غشاء رقيق جدا يسمح بخروج ودخول الغازات من الدم وإلى الدم. عندنا لو سون غيش اون او 2، دم غني بثنائي الأكسجين، درنا بالحمر. في على اليمين سون سورتون، يعني الدم الخارج من الأعضاء بالزرق، سون غيش اون سي او 2، دم غني بسي او 2. يعني قلنا لو سون غيش اون او 2 هو اللي سميناه لو سون اونطرون دون لي تيسو، سون غيش اون سي او 2 اللي بزرق هو اللي سميناه لو سون سورتون دي تيسو اللي عندك في الجدول، او لي تيسو يعني دون لي سيلول ولا اوتور دي سيلول. عندك دابا هنايا اون كيستيون، كومباري لو بي او 2 لا بريسيون بارسييل دو او 2 اي لا بريسيون بارسييل دو سي او 2 اونتر لو سون اونطرون او تيسو اي لي تيسو. قارين الضغط الجزئي ثنائي الاكسجين بين الدم الداخل الى الأنسجة والأنسجة، ثم ثنائي أكسيد الكربون، ضغط الجزئي ثنائي أكسيد الكربون بين الدم الداخل إلى النسيج وبين النسيج. إذا هنايا غادي نعتمدوا على لو طابلو، يمكن لك دير لا فيديو اون بوز ودير واحد لا كومباريزون، مقارنة ديال هاد القيم ديال الضغط الجزئي الأو 2 والضغط الجزئي ديال سي أو 2، يمكن لك دير لا فيديو اون بوز. Dire le jawab, le PO2 dans le sang entrant est plus élevé que le PO2 dans les tissus. D'un goulot, d'art le juz'i, le tunnel, l'oxygène, fit d'un d'achil, qu'en arbatage, est plus élevé, actar, y'en aimen, d'artéhi, fit l'ansija. D'art le juz'i, le tunnel, l'oxygène, fit d'un d'achil et l'ansij, dans le sang riche en O2, j'fna, fil jidoul, 14 kilopascal. وفي الأنسجة 4 كيلو باسكال. إذن هناك اختلاف في الضغط. بالنسبة للبي سي او 2، يعني لا بريسيون بارسييل دو سي او 2 دون لي تيسو اي بلوز إلفي كو بي سي او 2 دون لو سون اونتر، الضغط الجزئي ثنائي الأكسيد الكربون في الأنسجة أكثر من ضغطه في الدم الداخل. إذن هنايا كنشوفو اختلاف في الضغط الجزئي بين الأنسجة وبين الدم الداخل إلى هاد العضو، كيف ما كان العضو. دابا غادي نشوفو سؤال اخر، اكسبليك ولا اكسبليكي لو ميكانيزم
des échanges gazeux entre le sang et les cellules. يشرح آلية تبادل الغازات بين الدم والخلايا. إذا ممكن نقولوا آلية يعني كيف تحدث هذه التبادلات وما الذي يتحكم فيها. كليك ديال لا فيديو اون بوز وتحاول تجاوب على هذا السؤال الثاني. شوفوا الجواب. Au niveau des cellules, il y a une différence de pression partielle de O2 et de CO2. على مستوى الخلايا يوجد اختلاف في الضغط الجزئي لثنائي الأكسجين وثنائي أكسيد الكربون. هذا الشيء اللي لاحظناه انطلاقا من المقارنة لنفس السؤال الأول. نظرا لهذا الاختلاف في الضغط الجزئي كنعرفوا بأن الغازات دائما تنتقل من مكان به ضغط مرتفع إلى مكان به ضغط منخفض. O2 passe des capillaires sanguins vers les cellules. يعني O2 يمر O2 من الشعيرات الدموية إلى الخلايا. CO2 passe des cellules vers les capillaires sanguins. ثنائي أكسيد الكربون يمر من الخلايا إلى الشعيرات الدموية يعني المنحة المعاكس. إذن هذا يدل على أن un gaz passe toujours d'un milieu où il est en forte pression vers un milieu où il est en faible pression. إذن يمر الغاز دائما من وسط ذو ضغط مرتفع نحو وسط ذو ضغط منخفض حيث يكون ضغط منخفض. إذن قلنا هذا انتشار الغازات دائما يخضع لمبدأ انتشار الغازات، ومبدأ انتشار الغازات يقول بأن الغازات دائما تنتقل من مكان به ضغط مرتفع إلى مكان به ضغط منخفض حتى يحدث التوازن أو التعادل بين الضغط الجزئي في الوسطين. لأننا هذا هو آلية التبادلات الغازية أو التبادلات الغازية تخضع دائما لاختلاف الضغط الجزئي. لأن ثنائي الأكسجين يمر إلى الخلايا، كذلك مواد القيت كذلك تمر إلى الخلايا. لأن الهدف من هذا مرور مواد القيت وثنائي الأكسجين إلى الخلايا هو حصول هذه الخلايا على الطاقة الضرورية لنشاطها. نشوفوا هذا لا كونكلوزيون. دون لي سيلول le O2 réagit avec le glucose يعني في الخلايا يتفاعل كيميائيا ثنائي الأكسجين والجلوكوز ومواد القيت حسب تفاعل تالي أن جلوكوز plus O2 va donner CO2 plus énergie plus autre déchet يعني الجلوكوز زائد ثنائي الأكسجين يتفاعلوا داخل الخلايا وكيعطونا CO2 هذا فضلات غازية ستخرج وتمر إلى الدم ينقله الدم إلى الأصناخ الرئوية إلى الرئة ثم يخرج عبر هواء الزفير إذن يتخلص منه الجسم خلال التنفس زائد طاقة لإنرجي إذن الطاقة تستعملها الخلية لمختلف أنشطتها كمثلا الحفاظ على درجة الحرارة مثلا بالنسبة للخلايا العضلية تقلص العضلة يحتاج إلى الطاقة إلى مجموع الأنشطة التي تقوم بها الخلايا وبالتالي الجسم تحتاج إلى طاقة إنرجي قلنا مصدر هذه الطاقة هو مواد العضوية بحال الجلوكوز مواد القيت التي تتفاعل مع ثنائي الأكسجين لكي تستخرج الخلية الطاقة التي تحتاجها بلس أوتخو ديشي فضلات أخرى التي يتخلص منها الجسم تنتج ناتج لهذا التفاعل. إذن هذا التفاعل غنسميه لا ريسبيراسيون سيلولار غنسميها التنفس الخلوي إنه التنفس الخلوي يعني الخلايا تحتاج إلى طاقة كيف تحصل على الطاقة؟ تحصل عليها انطلاقا من تفاعل كيميائي يحدث بين مواد القيت خذينا مثال ديال الجلوكوز هنا وثنائي الأكسجين وينتج عنه تحرير الطاقة التي تستعملها الخلايا لمختلف أنشطتها. إذا شفنا هنا في هذا الفيديو شفنا كيف تتم التبادلات على مستوى الأعضاء وشفنا الغرض من هذه التبادلات كلها هو استخراج الخلايا للطاقة من خلال هذا الكونكلوزيون اللي شفنا وصلنا لفان ديال هذا الفيديو.